من دبي معي دكتور هشام جاد، استشاري الأمراض الباطنية والسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. بالارتفاع الطفيف بالسكر لأي درجة يعني يبقى مصنفا، أي ارتفاع أي نسبة تبقى مصنفة كسكري طفيف؟ كلام جميل حضرتك. احنا بنتكلم حاجه اسمها الطب الاستباقي، وموضوع اللي هو ما قبل السكري هو مثال مهم جدا للطب الاستباقي اللي احنا هدفنا ان احنا نكتشف ما قبل المرض. القيمه الخاصه بما قبل السكري، احنا بنقسم السكر الصايم لقيمه معينه بنفترض اللي هي من 70 ل 120 ملي جرام. لو الشخص مريض سكري هو اكثر من 140 صايم، اللي هي ما بين 110 ل 126 بنسميها ما قبل السكري او بري دايبيتك. ما قبل السكري دي هي دي اللي احنا دايما لو فحصنا لقينا الشخص فيها بنعمل لنا توصيات معينه خوفا او تجنبا انه يبقى مريض سكري صريح. وهي دي بس الدراسه بتقول. مش نعم. بالضروره انه يصبح مريض سكري اذا ما مر بهيدي المرحله البري دايبيتك. لا، لو اهملنا التدخل في هذه المرحله معظم الحالات وليس كلها بالضروره، معظمها بيبقى بعد فتره مريض سكري. هي دي النقطه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده احنا بنكتشف يعني هل كل الحالات، طبعا لا، بننصح الناس اللي هم مثلا يكون اولا عنده تاريخ مرضي عائله، تاريخ عائله السكر، انه يفحص نفسه بين الحين والحين. لو لقى هذه القيمه بنقول له والله في حاجات معينه احنا المفروض نحطها في الحسبان. من ضمنها زي ما الدراسه قالت، طبعا احنا بنوصيه على اقل المشي اذا كانش يقدر يعمل رياضه، فقط مجرد المشي يعني المواظبه على المشي، او تقليل نسبه السكريات في الاكل، تنظيم غذائي بشكل او باخر تجنبا انه يبقى مريض سكر ويضطر ياخد ادويه. طيب الكلى والقلب كيف يؤثر ارتفاع السكر؟ هو ده سؤال جميل جدا واللي احنا دايما بننبه عليه. ان النقطه كان زمان بنتكلم عن ان مرض السكر هو عباره عن خلل ميتابوليزمي او فيما في خلل في الوظائف التمثيل الغذائي. دلوقتي الكلام الحديث اللي بنتكلم عليه ان مرض السكري بنعده هو مرض في الاوعيه الدمويه، ليس مجرد خلل ميتابوليزم فقط لا غير، بنسميه مرض اوعيه دمويه. بمعنى نتخيل ان مرض السكري ما بيتركش اي اوعيه دمويه، سواء صغير بنسميه مايكروفاسكر او كبير بنسميه ماكروفاسكر. فيما يتعلق به الاوعيه الدمويه الخاصه بحاجتين جهازين مهمين جدا في الجسم بطبيعه الحال اللي هم الكلى والقلب، نعم، دول اهم جهازين بيتم التعرض لهم في مرض السكري. لان تخيلي ان الكلى دي عامله زي المصفاه اللي هي بتتعامل مع الدم اللي داخل فيها. لو كانت نسبه السكر اعلى من المعدل اللي هو في بالنسبه للكلى اكثر من 180، يتم الكلى ما تقدرش تتعامل معاه، بالتالي هنا تتعرض الكلى لمشاكل مستقبليه. كذلك بالنسبه للقلب، خلل الاوعيه الدمويه اللي بيحصل نتيجه ارتفاعات السكر وعدم السيطره عليه بيتم التاثير على الاوعيه الدمويه بالنسبه لشرايين القلب وخلافه، فيتعرض المريض قد يكون عرضه لمشاكل قلب بالنسبه للجلطات وخلافه. طيب دي نقطه مهمه جدا. نعم. بموضوع الارتفاع الطفيف هذا بالسكر، قلت يعني هو نظام غذائي واذا ما اخذت الاحتياطات اللازمه مش بالضرورة يوصل للإصابة بالسكري. جدا جدا، عشان كده احنا دايما بنوصي المرضى او حتى الاشخاص العاديين نقول له لو سمحت حلل. انت لو لقيت ان انت نفسك معرض، نعم، دي نقطة مهمة جدا قبل ما تبقى بس المصاب بالسكري بالعكس، المصاب بالسكري دائما هو يمر بهذه المرحلة، مرحلة الارتفاع الطفيف بالسكر، ام ليس بالضرورة ممكن كمان؟ سؤال جميل جدا. مش بالضرورة، بس ممكن بيكون هو مر بيها بس دون ان يكتشفها. ودي النقطه اللي احنا بناكد عليها حضرتك، عشان كده بنسمي طب استباقي برجاء اكتشاف هذه المرحله، لان دي مرحله بتقعد لها فتره شويه قبل ما يبقى مريض سكري صريح. ومن هنا التدخل هنا ما ابسطه وما اسهله، ان انت مجرد تنظيم غذائي، مجرد مشي، حبه رياضه وما شابه، تتجنب انك انت تبقى تاخد ادويه او تبقى مريض سكري على الصريح. انا اشكرك جزيلا، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من دبي دكتور هشام جاد، استشاري الامراض الباطنيه والسكري.